مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شخص بعت لي رسالة وقال لي إحنا عايزين نكمل الجزء دوت، اللي هو في حالة إدخال الموضوع مثلا موضوع معين، الموضوع أهو تمام، وبيقول لك أنا بدخل الصورة من هنا تمام أهي، بيدخل مضمون الموضوع أهو التالي. هو عايز بقى مجرد ما يضغط التالي دي تبقى فاضية علشان يدخل الجزء التاني من الكلمات دي تمام، عشان بدل ما يقعد يمسح ويدي، لان كل ده بيتصب على ايه، على الجدول. يبقى هنا عند الضغط هنعرف اول ده اسمه ايه، تكست داتا بتساوي الكود اهو يا جماعة، عشان ايه برضك انا ما بحفظش على طول، او بتساوي نل، بتساوي نل تمام كده. يبقى تعالى نشوف ندخل عنوان موضوع تاني، وهندخل الجزء الأول من الموضوع تمام كده. يبقى كده قدر اللي هو يمسح لي أول بأول عشان ندخل الموضوع التاني، وده الجزء الثالث اهو تمام كده، وده الجزء الرابع اهو، وادي الجزء الخامس، والجزء وهكذا. انا طبعا مش هقدر ده كله، بس احنا بايه بنعرف الكلمات، الموضوع بايه زي ما انتم شايفين اهو بيتضاف الى فيلد 3، كله نفس نطاق الموضوع معين، الصورة بتتلقط في مرة واحدة بس. يبقى كده عرفنا ازاي نيجي على مربع فارغ لمجرد ما ندخل الكتابة عليها.